هم كثرة زياراته للبصرة. صدام حسين. صدام حسين. إيه نعم. سيد الرئيس صدام حسين كان زياراته متكررة للبصرة مرتين بالشهر بالسنة. وكان الوزراء كلهم يزورون البصرة خاصة في موسم التشرين حتى يروحون للأهوار يصيدون الطيور. منهم حماد رئيس البرلمان وزير الدفاع رئيس البرلمان حماد لا حماد شهاب كان وزير الدفاع حماد سعدون حمادي سعدون حمادي نعم أنا متأسف أنه لا أنسى الأسماء لأنه عمري هل الآن عمرك طويل 83 سنة معذور لا عمرك طويل الأسماء لا الأسماء والتواريخ هي والتواريخ الحقيقة يعني لا بس معلومات جميلة وشيقة حقيقة ف ده نتحدث عن الرئيس صدام حسين الرئيس صدام كان يزور البصرة مرتين وكان يعني يجلس في 10 دور احنا نخليها بالبصرة اولا دار محافظ البصرة ودار عندنا احنا دارين استراحة من البناء الجاهز هم كان يحط عليها ناس يعني وما ندري وين هو وكانت تجي دور ضيافة يعني دور ضيافة ايه اثنين كانت في منتزه الخورة ودور أخرى في البصرة وحول البصرة من الدور كان يخلوها وتصير عليها حماية وتصير عليها حماية من الرئاسة والحماية كانت حتى على سطوح المنازل بس هو وين يبات ما حد يعرف ما حد يعرف وين يبات تطلع السيارات من بيت المحافظ تروح إلى 3 محاور تروح إلى الزبير تروح إلى أبو الخصيب وتروح إلى العشاء إلى البصرة فإحنا ننتظر شنا إحنا يسمونه فرقة الإنشاد اللي المحافظ ورئيس البلدية ومعاون المحافظ الإدارة المحلية ومدير الشرطة ونائب المحافظ هاي ليش يسموكم فرقة الإنشاد؟ لأنه إحنا بكل ما يكون الرئيس يروح إحنا نوقف باستقباله يعني فد تعبير مزاحي يعني تعبير مزاحي إيه يعني أنه أنتم فرقة الإنشاد للسيد الرئيس أنا كنت الحقيقة الناس تجي ضخمة على السيد الرئيس يقابلوه ويسلمون عليه والحماية تضربهم وتبعدهم عن يعني السيد الرئيس وما يقدرون يعني بعدوهم هم يعني لأن العرايض بيتهم وهذه فأنا ما كنت ما أسلم أروح على الحائط أوقف أخاف من هاي الجماهير تروح تدعسني فصدام حسين انتبه علي صار الموانئ سوت له حفلة في نادي الميناء وكنت أني أحد الموجودين انتبه أنه أنت ما تجي تصافحه أنه أني ما صافحه وما تسلم عليه وهذا الحم الكايل شلون قدر يفرخني عنهم فشافني وقال لي هيك بإيده أشر لي يعني تعال صافحني رحت صافحته وهيك ضبني الإيدي ضب إيدي يعني إيه بقوة إيه بقوة ضب إيدي بقوة إيه ف يعني عرفت أنه هو شافني أنه ما سلم فوصل إلى المحافظة بس لا الصدق أنت ليش ما كنت تروح تسلم عليه يعني مو أسلم خوفا يعني ليش يعني مثل حالك حال المحافظ مدير الشرطة أنت أيضا يعني واحد من شخوص المحافظة الرسميين مو كنت مقصودة يعني كنت بالهوسة مال الناس تتحاشى يعني تتحاشى الهوسة إيه كانوا قاسين الحماية مال السيد الرئيس شلون ضرب الناس يضربوهم بكل ما أوتي من قوة وكانوا عندهم يعني حتى يبعدون الناس حتى يبعدون الناس لأن الناس ما تنبعد تجي تهجم يعني هجوم غريب يعني كاسح أقول